من الدوحة في هذا الوقت عبد الله الخاطر المحلل السياسي القطري، أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني المسؤولون في واشنطن يصفون قطر بالشريك الاستثنائي ويقدرون ما قامت وتقوم به في أفغانستان وقاعدة العديد وتقديم مساعدات للفلسطينيين واليمنيين، كيف تصفون في قطر العلاقات مع أمريكا؟ طبعا علاقات استراتيجية شراكة الحقيقة مرت في مراحل، وكلا الجانبين استوعب الكثير عن الجانب الآخر. العلاقات خاصة علاقات الدول كما هي العلاقات الحقيقة الأخرى والعلاقات الاستراتيجية أساسية مهمة لمعظم دول العالم ولكلا الدولتين، هنا قطر والولايات المتحدة. وتوقع أنه أي طرف من الأطراف مطلع وعلى علم بثقافة الطرف الآخر وهموم الطرف الآخر وهواجس الطرف الآخر، هذه توقعات الحقيقة غير عقلانية، وهذا ما لاحظناه احنا. يعني حقيقة كل دولة من الدولتين، قطر او الولايات المتحدة، لها ثقافة عريقة. قطر ودول المنطقة هنا شعوب لها اكثر من 10,000 الى 11,000 سنة. فمن اجل استيعاب الطرف الامريكي لأسلوب تفكير لثقافة، قد يبدو الأمر معقد، ولكن اللقاءات الاستراتيجية هذه مهمتها لإطلاع كلا الجانبين على كيفية الوصول إلى اتفاق، كيفية الاطلاع، كيفية استكشاف الآخر ثقافة وعلم ومعرفة وسلوك. فالتوقعات لتسطيح البشرية، لتسطيح الإنسانية بالطريقة اللي بعض المرات نسمعها غير واقعي. طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى برأيك يعزز التقارب الأمريكي القطري من دور قطر في مجلس التعاون الخليجي والمصالحة مع الدول التي اختلفت معها الدوحة، وهي السعودية، الإمارات، والبحرين ومصر؟ طبعا يعني كما بدأنا الحديث، قطر الحقيقة يعني منفتحة على الحوار الاستراتيجي من أجل معرفة حاجات الشعب الأمريكي، أي القيادة الأمريكية، وما هي تطلعاتهم خاصة في المنطقة، وإيصال أيضا الرسائل للجانب الأمريكي عن تطلعات، عن هموم، عن هواجس، عن طموحات شعوب المنطقة. ولذلك كما أنه الصداقة الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر تخدم قطر خاصة في قدرتها على الحراك داخل، إلا أن أيضا صداقة قطر مع الولايات المتحدة تمكن الولايات المتحدة أيضا من القدرة على الحراك، والحراك بوعي. ولكن ماذا يعني السؤال بإدراك عن دور قطر في الخليج ومجلس التعاون الخليجي وهذا التقارب مع أمريكا، أي دور يلعبه في موقع قطر وتقربها من الدول المجاورة؟ بالنسبة رأينا طبعا خلال الأحداث في السنوات الماضية، وكون الولايات المتحدة على الأقل ليست آخذ بجانب في بعض طبعا الاختلافات في وجهات النظر في المنطقة، يدعم الأمن. يعني كل ما كانت الولايات المتحدة على علم يعني يدعم موقف قطر برأيك مختلف، يدعم أو على الأقل يخفض مخاطر إمكانية حدوث يعني عدم اتفاق، عدم وضوح، سوء فهم واضح في تفسير بعض الأحداث، تمكن من رفع مستوى الأمن في المنطقة وفي الإقليم. طيب، شكل المسؤولون القطريون من عدم موافقة الولايات المتحدة على طلب الدوحة شراء طائرات من دون طيار،
هل أثر الحوار الاستراتيجي إيجابا أو سلبا على هذا الأمر؟ وهل تبلغت دوحة أي قرار بهذا الشأن برأيك؟ يعني كما نعلم هناك حاجات أساسية ومهمة بالنسبة للأمن بالنسبة لدولة قطر، والحوار الاشتراكي الحوار المشترك والشراكة والحوار الاستراتيجي أساسي لإيصال مثل هذه طبعا الهموم الهواجس بالنسبة لقطر، وقطر مرت في ظروف الكل يعلمها، ولذلك حاجة قطر لهذا الجانب أساسية ومهمة خاصة بالنسبة لقطر في الدفاع. ولكن هل تبلغت دوحة أي قرار بهذا الشأن أم بعد بحسب معلوماتك؟ في الحقيقة ليس لدي علم بالنسبة للقرار، ولكن كان يعني كنا نطمح إنه الحوار الاستراتيجي يؤدي لإدراك وفهم في الجانب الأمريكي، ولذلك طبعا تحقيق المطلب لقطر. طيب، قطر كانت أول دولة تفتتح مكتبا تمثيليا لإسرائيل في الدوحة، يعني أول دولة عربية، ولكنها حتى الآن لم تطبع العلاقات مع إسرائيل ولم تنضم إلى اتفاقات إبراهيم، لماذا؟ وهذا كان جزءا يعني من الحوار الاستراتيجي أيضا بين الولايات المتحدة وقطر. نعم، وتم إغلاقه يعني بسبب طبعا الحرب على غزة وقته والفظائع اللي تمت الحقيقة ضد طبعا مدنيين عزل في غزة، ولذلك قطر اتخذت موقف في ذاك الوقت. قطر منفتحة، قطر تتعامل مثل ما الجميع يعلم في دعم غزة، وقدرة قطر على تحقيق دعم غزة يأتي من خلال ولكن ماذا عن اتفاقات إبراهيم يعني وسبب عدم انضمام الدوحة إلى هذه الاتفاقيات؟ حتى الآن ليست هناك قناعات أعتقد لدى قطر بهذا المشروع، لأنه يعني يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني موجود على أرضه، الشعب الفلسطيني يحتاج يصل لطموحاته، وهذا اتفاقيات طبعا تم توقيعها والاتفاق عليها من أوسلو. يعني الدول الأخرى برأيك التي طبعت يعني مع إسرائيل تخلت عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني؟ بالنسبة للشعوب العربية طبعا الحقيقة هذا الأمر معني بالفلسطينيين، وأي ما سيقوم فيه الفلسطينيين بالنسبة لي أي اتفاقيات أعتقد معظم العرب سيكون مستمعا لما يطلبه الفلسطينيون. الفلسطينيون طيب. يحتاجون نقطة أخيرة اسمح لي أستاذ عبد الله وباختصار لو سمحت، رغم إقرار الجانبين الأمريكي والقطري بأن قطر أحرزت مؤخرا تقدما في مجالي محاربة الاتجار بالبشر وحقوق العمال، إلا أن الاتحاد البحريني لكرة القدم استنكر ما أسماه بالواقع المرير الذي يعيشه العمال العاملون في دولة قطر. ماذا عن هذا الملف وهذا السجل؟ بداية لا نعلم كيف وصلت المعلومات ولا ما هي المؤسسات اللي طلعت، ما هي المعايير. البحرين معروف طبعا وواقعها معروف لدى الولايات المتحدة ولديكم في الحرة، وإذا كان بشأن حقوق الإنسان أو غيره أو بحقوق العمال. كون البحرين تتحدث عن حقوق الإنسان أو حقوق العمال، الأجدى الحقيقة أنه تصحح وتصلح أوضاع العمال وأوضاع مواطنيها في بداية، مواطني قطر والمواطنين القطريين في مستوى معيشة وفي رضا عن طبعا النظام القطري. فهل المواطن البحريني في رضا عن النظام البحريني، أو هل العمالة الموجودة، هل البحرينيين أيضا كعمالة راضين عن أوضاعهم بالنسبة للبحرين؟ هذه أسئلة تطرح والمفروض تطرح ويرد عليها الأخوة في البحرين.
لكن أستاذ عبد الله الخاطر، أعذرني، المحلل السياسي القطري من الدوحة، نشكرك على هذه المشاركة في عاصمة القرار جوناثان.